انت عارف انك بتاكل وبتشرب وبتتنفس بلاستيك؟ ايوه دي حقيقة. كل ما بتستخدم الاكياس البلاستيك كل ما بتساعد على انتشارها وتزود تأثيرها السلبي على الصحة والبيئة، وبتفضل موجودة في البيئة وبتأثر على كل عناصرها لحد ما تدخل في السلسلة الغذائية وترجع لك تاني في صورة اكل او شرب، وحتى بتسبب تلوث للهواء اللي بتنفسه. الاكياس البلاستيك بتاخد مئات السنين عشان تتحلل، وبتأثر على نمو الاشجار والنباتات، وبتدخل في الاكل اللي بناكله بشكل غير مباشر. ده غير تأثيرها على الطيور والحيوانات لانهم بيفتكروها اكل، وده بيؤدي الى نفوق الحيوانات والطيور. عدد قليل قوي من الاكياس بيتم تجميعها واعادة تدويرها، وده لخفة وزنها وتطيرها وصعوبة تجميعها، وبعض الناس بتقوم بالتخلص منها بالحرق، وده بيؤدي لانبعاث الغازات السامة اللي بتأثر على الهواء اللي بنتنفسه. وللأسف جزء من البلاستيك بيوصل للبحار والمجاري المائية ونهر النيل، وده بيأثر على نمو الشعاب المرجانية بالشكل الطبيعي، وكمان بتتغذى عليها السلاحف والكائنات البحرية، وده بيرجع لنا في أكلنا وشربنا مرة تانية. ده غير الأضرار الاقتصادية لزيادة تكاليف إزالة القمامة من البحار وتنظيف الشواطئ والمجاري والمدن الساحلية، وتأثير ده على السياحة والمظهر الحضاري للسواحل المصرية. شفت بقى؟ كل ده بيحصل من استخدام الأكياس البلاستيك. لما تقلل الأكياس البلاستيك هيقل التلوث.